تلفزيون بنقل على الاخبار، لابس فلانيل بيضة، دالق كرشي، حاط ايدي بقلب الشورت وعم بعمل هيك. طلعت بحالي قلت اوف شو صاير بشبه امي. علمته كل شيء لابني، كل شيء علمته عن الحياة، علمته عن البنات. قلت له انه البنات بحبوا ينباسوا بمطرحين، باريس ولندن. شو بكون لعب الشغل كيف شطت ريلتهم كلهم. هلا الحلو بابني انه بيسمع بيتعلم، بس كمان حشور بيسال كثير، بيسال. يعني اجى لعندي قال لي بابي من وين بيجوا الاولاد؟ شو بدي اقول له؟ قلت له من الملفوفه. قال لي اوكي، بس مين بيعمل لها واحد للملفوفه؟ المهم تعبت بس لقيت، لان طلع ابني مثلي كمخ سئيل وبحب يلعب على الحكي. اوف شو بحب يلعب على الحكي. فتح الايباد قلت له انتر كود، قال لا انتر كده وحدك. كثير سئيل. خبركم ترو ستوري عن ابني، ترو ستوري. اجى عندي قال لي بابي ليش مامي بتحط ميك اب؟ قلت له لتصير حلوه. قال لي بس مامي اصلا حلوه، انت حط ميك اب. اضحكوا له. وقفوا كمان. خليني اعرفكم عن باقي افراد عائلتي. بيي انا اخذ عنه هذا الشيء كله، بتذكر انا وصغير رحت لعنده قلت له بابي بدي كلب على كريسمس. قال لي ما في، تاكل حبش مثلك مثل غيرك. مين؟ امي. خبركم عن امي. اهضم شيء بامي كيف بتسمي العالم على تليفونها. بتسميهم حسب وظيفتهم. جورج حنفيه هذا السنجر يعني، اجوب انترنت، احمد دش، بس عماد سكس ما بعرف شو بيشتغل. انا هيدا عم بمزح معكم، قولوا اسمه مروان سكس. عندنا مروان بالصالون. في تسلم عليك الماما كثير. ستة، خبركم عن ستة رواية. ستة ما في شيء عجبها، على طول بدها تنتقدني. تيجي لعندي تقول لي جيل هالايام ما بيفكر الا بالسكس. 14 ولد عندها ستة. ملفوف من وين؟ جدي الله يرحمه، بحياتي ما بنسى اخر كلمة قال لي اياها قبل ما يموت. الله يرحمه قال لي دعس فريم يا حيوان. الله يرحمه كان معي بالسيارة عم يفسروا لبعض يعني. هلا أنا بحب عائلتي كلها، بس أكتر شيء معلق بعمتي. بحب عمتي كتير لأنه أخذ عنا كل شيء. عنا نفس الطباع، نفس الحب للموسيقى، نفس الشوارب. كتير لعمتي. عم نصور اليوم يلعن حظي. حماتي لحظة بتعرفوها؟ حماتي ما بطيق تشوفني مبسوط، ما بطيق، بدها تقتل لي فرحتي. شو ما اعمل؟ جيت لعندها مبسوط، قلت لها حماتي جبت سيارة أول ما أطلع عليها بتعمل من 0 ل 100 بثلاث ثواني. قالت لي وعشو مبسوط؟ أنا عندي ميزان بس أطلع عليه بيعمل نفس الشيء. خليني أخبركم شوي عن أصحابي، أصحابي قصة تانية. عندي كم واحد غريبين، عندي صاحبي البخيل عزمني على عرسه على فيسبوك، بعت لي انفيتيشن عرسه على فيسبوك، صورت $200 نزلته وعملت له تاج هاشتاج مبروك. عندي صاحب الثاني عنده كلب، وين ما يروح بياخذ معه الكلب، وين ما يروح. اجى لعندي من فتره هو الكلب، اول ما فتحت الباب نط علي تعبش باجري وبلش بعرف كيف. قلت له هاي مش قدام الكلب. أخذت شوية وقت بس. مديري بالشغل، لخبركم عن مديري، كثير كول مديري. بعت لي واتساب مرة، بعت لي واتساب المدير قال لي جاد بعت لي نكتة من نكتك اللي بيضحكوا. رديت عليه قلت له بس بص أنا بالمكتب عم بشتغل. رد علي قال لي كثير قوية بعد وحدة. حكيمة، خبركم عن الحكيم تبعي. عندي حكيم رحت لعنده،
قال لي شلاح، شلحت. قال لي كل شيء، شلحت كل شيء. قال لي طب، طبيت وفحصني. عندي حكيم اسنان غريب انا. اخر شيء ضروري اخبركم عن مرتي. انا ما ضحكت، لا تصدقيني. ضروري اخبركم عن مرتي. اخر شيء اول ما تعرفت علي عجبتني كثير، فقررت اعمل لها شعر لشدها، فعملت لها هيدا الشعر. قلت لها رنا انا بحبك كثير، قلت لها رنا مش شايف مثل حلاكي، قلت لها رنا بشوفك بطير، قلت لها رنا ما فيني اعيش بلاكي. قالت لي جاد انا اسمي علا. مرتي اسمها علا، بتجنن بس عندها كم مشكله، عندها كم عله. اول مشكله كثير بتشنخر بالليل كثير. قالوا لي جيب لها مخده طبيه. قلت لهم زخنقتها بمخده عادي ما بيمشي الحال. ما بتطبخ، صار لي 11 سنة مجوز. بس كيف بدها تطبخ إذا بتقضيها بالجيم؟ عايشة بالجيم، كل وقتها بالجيم. إيش لعندي هذيك المرة تعمل لي كثير موجوعة، مزقت عضل، شو بعمل؟ قلت لها فوتي خدي دوش مي سخنة بسرعة. قالت لي بروح الوجع. قلت لها مثل الوجع بتروح الريحة على كتينا. رحت معها على الجيم بدي أتفرج عليها شو بتعمل، كيف بتقضي وقتها. تفرجت عليها بثلاث ساعات عملت 2 معدة، 3 بوش أب، 136 سيلفي. هذا نهارها بالجيم. هلا باقي الوقت تحضر تلفزيون، بتحضر كل شيء، كل انواع المسلسلات بتحضر. بتحضر تركي، بتحضر سوري، بتحضر مكسيكي. من فتره بلشت تحضر مسلسل صيني. من ثالث حلقه انتزع. وبتحضر مسلسلات لبنانيه، كم بتحضر مسلسلات لبنانيه؟ انا بالنسبه لي المسلسلات اللبنانيه عم تعمل عجايب. عجايب. ابن اختي مكرسه حرام، وقف ومشي تجيب الريموت ويغير. عجيب. اوكي شيلوا صورة الفلاحين على جنب لانه غير شيء يعمل عارف. غير شيء الان. هلا بتقولوا قاعد عم بنق عمرته، اكيد في شيء تاني بيعوض مثل قط النوم مثلا. اخ شو بدي اخبركم، انا ومرتي متفقين ما مندخن الا من بعد السكس، مع نفس العلبه من 2009. ليه الزقيفة خيمة؟ صحتي بومبا، ايه ما بدخن. هلا جرب نحسن الوضع بيناتنا، نجرب نحسن الوضع. اوقات مرتي بتحب نلعب ادوار بأوضة النوم، نعمل رول بلاينج. هذيك مرة تعمل لي كون انت الحكيم وانا المريضة، نطرتها ساعة برا واخذت منها 100 دولار بس خلص. حطيتهم على الضمان، ما تعتلوا همها، مش مشكلة. هلا مش هذا الدور اللي بدي اطلعه مرتي، لان كنت قاعد عم بحضر مسلسلات وعم شوف هالمشاهير، وقلت انا بدي اكون جوز حدا من المشاهير لشوف كيف بتكون حياتي. فشفت مسلسل فيه سيرين عبد النور، قلت اوه ها هي، انا بدي اكون جوز حدا رايق ناعم هيك حلو مثل سيرين عبد النور، كيف تكون حياتي؟ كلهم بيقولوا عني حلوه، مزبوط بس نكديه. هالشي مش مزبوط ابدا. طيب الدليل انه طول الليل عم تشخر ما حكيت شيء. طيب قلت مره رؤي هيدا الرجال عم بيتعب بده يرتاح. طيب ولو قد ما كان الرجال بده يرتاح. لك خلص شو بك؟ فكرتك بدك تضربني. ليش شايفتيني عابد فهد مثلا؟ لا انسي، ما بدي حدا يحكي هالقد. لا ما بدي، بدي حدا ما كثير يحكي، كون عايش مع حدا من المشاهير بس يوصل فكرته ماكسيموم بثلاث كلمات، مين معقول يكون؟ أصالة صولا يا بيبي، يا حياتي برحمة بابا، أنا كل الناس بتشهد إني أنا الفنانة الوحيدة اللي بوصل فكرتي مؤثرة بثلاث كلمات. صدقني يا حياتي يا جادو، أنا أخذها من أصالة أصولا صولا، إنه أنا بكل بساطة أحكي لك وأحكي للناس كلها باختصار، تما تقولوا أصالة أصولا بتحكي كثير، قلت لي ثلاث كلمات يا حياتي، وينك يا جادو يا نور عيني؟ احكي لك واحكي للناس كلها انه انا بكل بساطه عم سمعي بنتي شام، واسمي على الباسبور ام شام. أوكي. شو قراها رجل الامان؟ شو قراها؟ ام شام. فشو افتكر معي بالشنطايه حياتي؟ شو؟ ممنوعات. انت ما كان معك؟ مخلصتهم كلهم. للامانه يا بيبي، للامانه يا بيبي، يا دوب كان معي شويه بودره، هي للمكياج للمنخار مو اكثر. شفت سوء التفاهم اللي صار يا بيبي حياتي؟ طيب خلص يا جادو يا نور. في شي كلمه اخيره بدك تقوليها لكل اللي هجموك حكوا عليك؟ شو يا جبل ما يهزك زيح. الله 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 الله. هي 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 ها هو هي. لحظه لحظه لحظه، لا ما بدي حدا يكون عنده مشاكل وهيك، لا لا انسي. بدي يكون ليك كل العالم نهارت لما وفاء الكيلاني تجوز تايم حسن، انا بدي اكون جوز وفاء الكيلاني. كيف تكون الحياه معها مثلا اذا كنت نايم بالليل وقمت؟
انت رايح فين؟ على الحمام؟ تقصد التواليت؟ هتعمل ايه؟ شو بيعملوا بالحمام؟ هتستحمى؟ لا. هتعمل بيبي؟ لا. ولا كاكا؟ لا يا عمي، عم ياكلوا العالم، شو بك؟ اعرف اجابتك بعد الفاصل. لا بتعملي معي تحقيق سرتك؟ لا ما بدي حدا معي يعني معي تحقيق، بدي غير شيء، بدي شيء حدا من المشاهير هيك، شيء مرة تكون حلوة، ناعمة، عندها أنوثة، كريمة مثلا، عندها كرم. هالله هالله الله. شو في؟ لما تقول كرم، نجوى كرم. أه؟ بدي أقول لك شغلة، لما كنت شوفك على التلفزيون حبيتك. خي؟ يقبرني قلبكم. وفي هود شواربك اللي جايين هيك. ايه. بتعرف بشو بحسسوني؟ بشو؟ بأنوثتي. لحظة لحظة. بشو بحسسوكي؟ بأنوثتي. لعما أنا حسيت بأنوثتي هلا. أنت بتعرف لما النجوى تحس بأنوثتها. شو بتحسس الرجال؟ شو بتحسس؟ تعا قرب غلغلفي. تعا 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 دفيك. صراحة خايف شوي. لا ما تخافش بدي دلكك. شو بدك تعملي؟ مساج. بتعملي مساج؟ دلكك. يلا دلك لنشوف. شوفوا النجوى كيف بتدلك. يلا. دم دم دق دق دم شو دق دم شو هيك بتكون الأنوثة؟ مش هيك لحظة ما بدي انسى بدي اللي عندها أنوثة بتكون حساسة بكون عندها شوية إحساس بكون عندها كثير إحساس بتكون ملكة الإحساس مين ملكة الإحساس؟ يا قبرنا رفكم بتعاقدوا أنا عندي حلقت اسمي يعني I love you guys بتعاقدوا عن جد أنا الحمد لله يعني أنا ملكة الإحساس ملكة السوشيال ميديا ملكة المشاكل الحمد لله ملكة الرأس ليت لي بالمهرجانات يلا 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 الحمد لله أوكي إليسا أنت ملكة البراندز الغالية كمان وإذا بنعيش سوا هي بدنا نحلها لأن ما كتير معنا بتعرفي كيف إيه؟ لا مش مزبوط جاد يعني بصراحة أنه أنا بديت الفنية كلها يعني ما عزت غير شرشف وأبيض عادي أوكي أنت ليش بتجع فرد ميلي هيك ما فهم عادي مزبطية ليك بتبر معجي عادي مبرومية يا عمي عادي جاد عم شو الإحساس هيدا أحدي ما بدي احساس لا غير بدي جمال اكثر بدي دليل اكثر بدي غنج اكثر كيف انا خلصت من عندهم اللي قبل ايه انا ملكة الاغراء والجميل والدليل اوكي رجع شوي عايزينك هلا بينتشوك الشباب عايزينك خط كافي طب بدك هيفا نروح نسهر ونغني ونرقص وهيك لا ليه لانه ما بحب ارقص اي واضح ما بحب ارقص ما بتي ارقص ما تيجي نرقص اوكي انا مشي حالي نقيت خلص بصير اجي بالليل ارتاح نام حد هيفا متجرهيه شوف احلام احلام لا 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 لحظه روي 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 تشرفي ما تخلي روي لحظه شوي لحظه شوي خليني كفي جملتي انا قصدي شوف احلام سعيده انت بتجي على كويبيس شوي ليش شوف كل هذا الناس هم جمهوري فنزاتي لحظة شو هني هم؟ فنزاتي عم تطلع منك عن ذاتي لأن ما قلت لك ايش ابغي قبل ما ننام؟ ننام؟ أنا بدي نام حدك؟ إيه
لا عن جد أندري محديك؟ هي عن جد أندري محديك؟ هي مقهورين. نفسي في مع العلم اني مساوية فيشل في 100,000 دولار، مو عاجبك؟ شو مساوية؟ فيشل. كثير طالع فيشل، بعتذر من الظابط. معليش. نفسي في شو التواليت هون؟ شو بدك؟ شو بدك؟ لك شو بدك؟ كنتاكي. كنتاكي وحدك انا فايلت. And now put your hands up for Tony Abu Jaoude. بونسوار، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، هاي سوري عم ضيع وقت، مبسوط فيكم، مبسوط انه عم شوف وجوهكم، وجوه حلوه وعم شوف وجوه، يعني لان وين ما نسهر ما بقى عم نشوف وجوه، شوفوا تليفون قدام الوجه كلنا عم يصوروا الفيديو هون سيلفي هون، وين بيلاقوا وقت العالم يرجعوا يحضروا الفيديوهات كلها؟ ما عم بفهم، بس صراحه نحن رجال شو لنا مع الفيديو خي؟ كم فيديو بنعمل؟ كم فيديو؟ فيديو واحد بالنهار، اثنين، ثلاثة بالجمعة ماكسيموم. هاي مش لنا، هاي شغلة الصبايا الحلوين. 600,000 فيديو بقعدة واحدة بيعملوا. في كم مرة بحسهم عايشين بقلب التليفون. في 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 مرة حلوة هيك بتطلع لي دايما كتير حلوة، بتوقع الصبح بتطلع فيديو هيك قدام المراية بأوضة النوم، شوي بتفوت فيديو هي عم تشرب النسكافيه بالمطبخ، شوي فيديو بالاسانسير هي عم تضرب شعراتها ضربه، شوي فيديو بالسياره هي وسايقه ومولعتها وعم بتغني وعارف شو، فيديو عند الخضرجي قدام البندورات، فيديو بالمطعم قدام جات التبوله، فيديو بالسهره هي وجوزها لقطه التليفون ايوه مشعش على السكرين والعاني الاجواء، واحلى شيء بس يسربوا على البيت 3-4 الصبح كمان بيطلع عبالها تطلع فيديو قدام نفس المرايه باوضه النوم مش دريان انه جوزها طالع من الحمام هنجري 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 ما معه خبر شيء المعطر صرت زامي 3 مرات لحد هلا الحمد لله يا كارلا هاي سوا انت هون عم بمزح لا كلها تأليف مش مزبوطة لا عن جد بس قصة الفيديوهات وهيك يعني عم بتزيدوها شوي صبايا فيها يعني عم بتزيدوها بعدين سوري ما تزعلوا مني بطلت اعرف ولا وحده ولا وحده فيكم يعني بتطلع فيها انه بعلمي بعرفها هي شو صاير لها طلع هيك انه شو مش قصه عمليات تجميل او شيء لا لا هول فلتر الفلاتر شو هول فلاتر يعني انا لحد علمي بالزمانات كان واحد بس يقول للوحده بهالصوره طالعه مثل البقره تشبه بالسكربين بتفدغ له راسه الا اليوم مثل البقره ثانكس بس امبارح بالمعزيه كنت اهضم شو شوفني بكره بالكلب منزلي كلبي بكره وعم تعمل لي لايك على الكلبي فلتر البقره المعزيه الكلب السنجاب الدب الكونغورو فرس النهر النحله النحله هي البي قطع فتره كل النسوان صاروا نحله بس بفهمكم صبايا بفهمكم لا لا انا من بعد ما شفتها هي النحله تغيرت حياتي جمال على الحل انا كثير مبسوطه اني ما كنت يونيك عيونك وين عيني ليكم ما هضمني شو عيونها أكلين لوجهها ومشطب هيك مش حلو حلو النحلة والحلو بالفلتر كمان على التليفون بيلقط شخصين بيصير اثنين يعني كأنه ما بيكفي حيوان واحد بيجيبوا حيوان تاني معه كثير بحب هول الفرافير اللي بالطعشات هيك بيبقوا قاعدين بالبيت بالويك اند زهقانين بدو يتسلوا بحدا لقطين هالتليفون وزهقانين مين بيطلع بوجههم يتسلوا فيه يا الماما يا التيتا تيتا تيتا حبيبي تاني 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 خد سيلفي تاني تيتا تيجي التيتا 90 سنة هيك تيتا طلع بالكاميرا حبيبي طلع طلع التيتا بالكاميرا هيك فجأة بيطولوا دينايا وبينزل لسانها 90 سنة عم تلحوس شو هالمنظر الحلو الله لا يعطيك عافية انسوا الفلاتر والهيدا في كمان فيديوهات عم شوفها على السوشيال ميديا كمان لنسوان عم يعملوا هاي الحركة اللي بتنعاد كلها كلها حركات بتنعاد أول ما شفتها تذكرت بس يوقف الدش بتصير الصورة تعمل هيك إيه طلع اسمها بومرانج بومرانج إيه أكتر شيء بشوفهم هني ماشيين على الطريق مثلاً
شافت حدا بدها تسلم عليه. ها 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 عم تبعت بوصة لصحابها وشي. أو هي عم تاكل موزة. لا هي بلاها هيدي. سوري ما حدا بيعملها ما بعرف ليش. سوري سوري. فيديوهات هون وهون وهيك بصير نبعتهم لبعض. وأكثر شيء دارجة هلا نبعت لبعض على الواتساب، على جروبات الواتساب. كلنا عنا جروبات، 600 ألف جروب بيبعتوا لنا قصص كل النهار. بس في فرق بين جروبات النسوان على الواتساب وجروبات الرجال. جروبات النسوان عبارة عن إنه كل مرة عندها مينيموم جروبين، جروب طويل عريض 14 15 وحدة فاتحته هيك بتسلوا بجرجروا هي وأصحابها، فاتحة مقابله جروب صغير اثنين أو ثلاثة بيلتوا فيه على 14 15 وحدة بهداك الجروب. ما هيك؟ لأنه سبحان الله بكل جروب في حرباية بدنا نبرشها. كتير بتحبوا بعض انتو، كتير كتير بتشطشت المحبة منكم هيك ماشي. نحن رجال غير، والله غير. نحن جروباتنا نحن رجال على الواتساب كلهم ثقافة. شو شي غلط خي؟ دعموني شوي. ما ثقافة، شو ثقافة؟ أنا جروباتي كلها ثقافة. وعنا كل يوم من أيام الأسبوع يوم ثقافة نحن رجال. وصولا لنهار الثقافة المعروف كلكم بتعرفوا. نانا بن خميس تيراري راتي راتان راري رانانا هلا بن خميس تيراري راتي راتان تيرانانا هلا بن بوينغ بوينغ خميس تيراري راتي راتان تيرانانا. شو هلا بالخميس؟ كل خميس بدي فضي 5 جيجا من التليفون لاستقبل ثقافة. بس صراحة طلعت منحوسة هالغنية، يعني ما عاد حدا يسترجي يبعتها ويغنيها من بعد هيديك الحادثة المشؤومة كلنا بنتذكرها من كم شهر صارت، يعني وقت الشخص كلنا بنعرفه بنحبه وغنيها على الطيارة. وطار الرئيس تيراري راتي راتي طار الرئيس بكرة شو راح معه شهر بكرة. ما بقى حدا يسترجي يبعتها ويغنيها. بقى مثل ما كنت عم بقول نحن جروباتنا كلهم ثقافة. تليفوننا بريء، ما في شيء بيخوف على التليفون ولا رجال. ابدا. شو هو اسرع حيوان على الكره الارضيه؟ لا الفهد ولا الغزال. رجال بالمطبخ تذكر تليفونه بقط النوم حد مرته من الصفر للمية بربع ثانيه يا ريس. ما في شيء بيخوف. بعدين ما في تناقض، ما في تناقض بالشخصيه بالفيديوهات يلي على تليفوننا. مثلا على التليفون كل رجال منا بتلاقوا فيديو زوادة اليوم من تيلي لوميير حد دغري فيديو ميا خليفة مع دليفري بوي. ما في تناقض ابدا بشخصيتنا. يعني انا من شكل كل واحد بعرف اذا من جماعة هلا بالخميس او من جماعة تيلي لوميير. شو باسم حبيبي؟ شوية هلا بالخميس ما مك تيلي لوميير هون، تيلي لوميير هون، تيلي لوميير، تيلي لوميير كلكم راك عم يخبي وجهه هون. تيلي لوميير ما هيك؟ طب فيك تعطيها التليفون نص دقيقة لمدامتك بس فرجيها إنه ما في شيء بخوف. اوكي كيف عم بيرجف؟ عم بمزح يا خيي ماشي. اوعى تتخانقوا مع بعض، اوعى تتخانقوا مع بعض، اوعى. انا مش هون لخنقكم، لا بالعكس. انا بس شوف كوبليت مغرومين ببعض بيكبر قلبي عن جد، يعني انه خاصه الغرام اللي عم نشوفه كلنا وكل يوم على الفيسبوك. هيدا الغرام الحقيقي. الله هيك بيبقوا معربطين ببعض كل صورها هي وهي معربطين الغرام. في وحده بتطلع لي كل صورها هي وجوزها مثلا ان لاف وذ ماي بيبي، سيلفي وماي بيبي خلفي، شوبينج ويذ ماي بيبي، ارجيلي ويذ ماي بيبي، اون ذا بيتش ويذ ماي بيبي وماي بيبي. تطلعوا فيه لهالبيبي برميل شعرات صدره مجدلين طالعين لهاد الشبر شبر وزحف الجدولي لكتافه دق بديناه هيك مترين بمتر نحيف البيبي يسلم لي. يعني عنده صوره حد البحر مدر البحر مصور حده
وفيري رومانتيك هيك شاعري حاطط كابشن تحت هيدا جونا اه هيدا جونا ونوش جوله خيي قاطع السما الارض ماشي ماشي مبين غير كتافك وهالشعرات جونا قال بيبي ايه ايه على الفيسبوك بيطلع لي قصص كثير قويه واكيد كلكم بيطلع لكم قصص قويه مثلا ملاحظين قديش صاير نكد كله نكد تفتح الفيسبوك نعي نق ونعي ونكد كله عم ينعي وعسيرة النعي كثير دارجه هلا عم ينزلوا ورقه نعوه واقوى شيء مين بحطوا لايك على ورقه النعوه انه كيف هي بقعد تفكر فيها انه طب كيف لايك على ورقه النعوه انه ميت برافو عم يشجعوا الموت هدول شنو واللي بيصور لك حاله بالمستشفى مثلا معلق مصله عم بيموت هيك برني عم بيموت ناطر اللايكات تحت على الصور وعندكم هيدا البوم اللي كل يومين ثلاثه فيلينج سيك ماني مرتاح I'm not well انا مريض فيلينج سيك في تاني وكيف بعمل لك لايك عليها حبي او تحميلي يعني مش وعندكم هذا الشاعر ابو العلاء المعري ملك البوم يعني هذا يعني بحسسك انك انت بهله حمار انت بتنزل جمله عادي هو لا عميق زلمي عميق يعني مثلا تنقول شو صار اشياء هيك كثير نزلنا هيك ستيتسز عليها مثلا هالصيفيه كثير كانت عم تشتت الدنيا الطقس بيقرف كان كلنا تضايقنا من الطقس خي متضايقين من الطقس انه ما عم نقدر نظهر كل يومين ثلاثه بتشتي الاعراس انتزعوا من ورا الطقس العالم متضايقه شو بينزل صاحبنا ابو العلاء انزل ايها المطر لتغسل وساخه البشر العمى بعيونك تعال شوف الوحل على سيارتي يا حيوان وساخة البشر كل ثلاث ايام حطها بالطرمبة بغسلها وساخة البشر بس مقابيل هالنق والنعي اللي عم تشوفه كل يوم على الفيسبوك كلنا بيطلع لنا اشياء بتسلي اشياء مهضومة بس انا اكثر شيء بيسليني اكثر شيء بلاقيه مهضوم اسامي البنات بيطلع لي اسامي بنات مش معقول سيروا كيف طلعوا فيهم زوزو زنزون رورو رنرون كيوتي فوفا ميمي موما دانا دندونا دندن ريري رارب مقابلن اسامي بنات بعكسن تماما ثائره متمرده حريه الصحراء النائمه زهره البيلسان الذائبه طموحي دفن جروحي وحياة الله في وحدة اسمها طموحي دفن جوع فوت هلا بتلاقيها هلا بتفوت وتلاقوها من يومين كان عيدا بعتت لها اكليل شو بدي بعت لها خي وحدة بهيك اسم شو بتبعت لها يعني اذا هي طموحك روح انطمي يعني شو بدي بس هي مانها اقوى اسم عندي مانها اقوى اسم اقوى اسم صعب الوصول لبنت الاصول الله معك الله معك الوصول بقى هذا التليفون اوقات بقول خليني حطه على جنب اتذكر حياتي كيف كانت حياتنا كلنا كيف كانت قبل اختراع التليفون اول شيء ما كان عندنا كل هالاوجاع لاحظوا ما كان يوجعنا راسنا لا اوجاع بالنظر لا اوجاع بالرقبه لا اوجاع بالظهر حتى اخر دراسه بتقول انه هيدا التليفون عم بيعمل اوجاع نعم عم بيسبب اوجاع بالدريار كيف أقل فوطة حمام قد ايه؟ نص ساعة قاعد. جرب الطالة مش عم بتطالة عشان تزبط. تيجي لتقوم تنميل على ربع ساعة بكل ميلة يا ريس. نسمع راديو غير التلفزيون نلتهي بالموسيقى كلنا بنحب الموسيقى بس نظهر نرقص بس الكارثة وقت نحن اللبنانيين نعلق عغنية خلص زيحوا من الدرب والكارثة الأكبر وقت الصبايا ينغرموا بغنية يعني في غنية مثلا بدكم تكونوا يعني شو ما كان المود تبعكم أو كنتوا سهرانين بمحل موسيقى رايقة وما في جو ما في شيء أول ما تسمعوا اللي بيفوت ضفر بعينه وسكرميني ببطت اجره دقات اسلم لي انا وقبل شو على سنتين كمان في غنيه طلعت من نخاعنا الشوكه ايه ديسباسيتو
على العود دقوا ديسباسيتو، على الدربك ديسباسيتو، بالصيني ديسباسيتو، بالهندي ديسباسيتو، على الربابة ديسباسيتو. لك حتى شفت فيديو عم بيدبكوا على الديسباسيتو. وعد سباسيتو عد سباسيتو رحنا لعندكم انتو ما جيتو بسيتو بسيتو غزالة لحاي ورد على المي دايما ليس ولس ولسيتو شبنا السهر عدن حتى بسيتو. ايه شو في كمان غنية هلا هي مكسرة الدنيا. او بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو 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 ماماسيتا هاي سبايداتو اسبيتا دالون. مش هيك بتقول؟ شو كلماتها؟ وفي غنية كلاس كمان هيك كتير درجة بنفس الوقت مع ثلاث دقات كتير كتير كلاسي هيك تذكروها معي. هي هي هيك بس تفكروا انه مرتبة وكلاس. العب يلا حبيبي العب يلا العب يلا. هي اذا ما بتغنيها من هالجل اللي بيزلعوها تكون عم تغنيها غلط مرتبة. ايه جربها يلا. في عنا نحن كمان اغاني وكلمات اغاني فظيعه. في شيء اسمه شاعر الاغنيه. لا كثير مهم هذا. بس في كم شاعر اوقات بقول انه شو كان حاسس هذا بس كتب هالكلمات. مثلا في واحد حابب اعرف شو كان حاسس لما كتب شيلو 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 لو وزنه 100 كيلو. الله الله. او كيف باعوا اياها للفنان مثلا كيف قنعوا ياخذها انه بيض وهي تصرخ لي شيلوا 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 لو وزنه 100 كيلو. والله ابشعر بدنك ولا لا اخي شوف لي بدنك. او غنيت جول فوتت الجول. واو هيدي كلاسيك هيدي جول فوتت الجول فاتت فيها بالتاريخ. هلا ميريام انا مبلومه يعني معروف صوتها من وين بيطلع. بس هالشاب ما عم بيقدم على ذا فويس بهالثلاث كلمات يعني عم بيعرب ويطرب ويشرق. جول فوتت الجول حطيته فيك وعبيت فوتت الجول. بدها احساس. لا بدها احساس بدها ايه. بس هي قررت هلا وقت المونديال تبدله جابت تعاونت مع فنانين كبار مع فنانين مهمين لحتى تقويها للغنيه. خلينا نستقبل هلا ميريام كلينك نسالها مع مين غنيت غنيت الجول. زقفه لميريام كلينك. واو هاي توني. خلصتي؟ اوكي. هاي ميريام. هاي توني. تمام؟ شو هالبينك الحلو هيدا؟ ايه توني انا لوني المفضل البينك، انا بيتي كله بينك، سيارتي بينك، كلبي بينك، وقطي بينك. اوه ميريام، ميريام مروق شو بك عيب؟ لبسين توني لبسين. لبسين اوكي سوري بس انا كمان قطي بينك. بك يا ميريام. شو بك؟ اوتي توني اوتي. اوتيك اوتا سوري بس انا كمان اوتي بينك. ميريام بفتكر كلهم شايفين وعندهم صور وفيديوهات عنه ما في داعي تشرحي لنا اكثر يعني بي وبيبعث لي فيديوهات عني كمان. ميريام مع مين كنت حابه تغني هلا غنيت الجول؟ كنت حابه غنيها مع هيدا القاسي. قاسي؟ مين قاسي؟ عاصي حلاني توني. عاصي بالعين عاصي. ايه مع عاصي طلعت فظيعه وفوتت الجول بعيونه وعبيته في على هونا يروح الشمال ويوسع يجيب الجول مضمونة. اخ يوبيه شو يوبيه توني ما حبيت ما حبيتي؟ طيب اوكي مين غير عاصي؟ مع هيدا المرتب الكلاس الانيق
لا وضحت كتير. ما كلهم هيك. مين هيدا اللي بيلقبوه بالسيزر سالاد؟ شو هي؟ مين هي؟ مين مين؟ مين سيزر؟ هيدا اللي بغني زيديني عش... عشقا عشقا الأيسر سيزر سالاد؟ قولي أحبك كي تزيد أهدافي فبغير رجلك لا أريد التشويط الآن شوطيها أطاب شوطيها ولا تتمددي بطاقة حمراء وجعي يمتد سوري هيدي بعتذر بعتذر يا عمال. طيب لا كاظم لا عاصي مين؟ ما هيدا اللي بيحركني. بيحركك؟ حدا بيغني وبيحرك؟ شيف انطوان؟ مين بيغني وبيحرك يعني؟ مين؟ هيدا اللي بدال يسأل إذا بدها تشتبي أوغست؟ أو الحركات يعني؟ ايه تكرمي مريم. قديش صار لي مش مفوت شي جول حطوا فيكي عبي للفطبول قديش صار لي مش مفوت شي جول حطوا فيكي عبي للفطبول فركشتيني صرخ الحكم فاول في ضربة جزاء. Thank you. Now, here he is, Hisham Haddad! Hello, 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 how are you? How are you? How are you? Are you happy or not? Yes. In Lebanon, it's hard to be happy, but it's hard to be happy at night. Thank you for coming, بتجننوا. ينعاد عليكم. ما في شيء عيد؟ لأنه بتضل في أعياد مسائبت هون نحن عنا بنمسح كل ما نطلع بيكون في عيد بدنا نقول إنعاد عليكم صرنا نعيش الجو دغري وأنا من الناس اللي بحبوا يعيشوا أجواء الأعياد دائما من الناس اللي بحبوا كل الأعياد أنا من الناس اللي بحبوا كل الأعياد بس صاير آخر سنتين بفضل أعياد إخوتنا المسلمين صراحة لأنه ما عندهم جمعيات خيرية ببيعون مزهر وموارد ودبس الرمان على كل عيد بس تاني ما بيعرف المسيحية عندهم جمعيات خيرية ببيعون مزهر وموارد ودبس الرمان على كل عيد شو ما كان العيد يعني مار رياس مار شربل مار عبد المشمر مار سمعان العمودي دايما في جمعية خيرية بدي قلك تستعمل اسم نو ويت إلا لا بيكون ببكي الاسم بتبيع عكسات في بقلبه أنية مزهر وأنية موارد وأنية دبس الرمان عنا بالبيت صار عنا قطين موني نحنا أوضة موني للعائلة وأوضة موني للجمعيات الخيرية مرتي صارت بتصلي واحد يغط على قلبه لتخلص هالمزهر ما كان عم يخلص هالمزهر عم بتحط بس الرمان بكل شيء صارت بالفتوش بتحط بس الرمان بالتبول بالتيراميسو عم بتحط بس الرمان ما بقى عندنا محل بالبيت شيء غريب عجيب ما بقى في محل بعد عندنا اوضه نوم الاولاد ما بقى في غيرها انا عيد الجاي بدق تليفوني بتقلي بونسوار مسيو معك الجمعيه الخيريه المسيحيه بل اشهد ان لا اله الا الله خلاص اسلم على كعبه خيي ما بقى عندنا محل بعد عندنا اوضه نوم الاولاد بشيل ابني بحط انيه مزهر محله قوم بابي قوم يا حبيبي بدنا نحط عنين دبس الرمان محلك قوم يا بابا ما بقى في محل
شيء غريب عجيب، كل العمر الأعياد تواضع وإيمان ومحبة وصلاة، نروح نصلي بس نصلي، هلا صارت كلها تجارة بتجارة. مش معقول كلها ما بيضل معنا ليرة بالأعياد. هلا جايكم قطوع النوال آخر السنة، ومش عم بحكي عن قطوع الكادويات، قطوع الكادويات شيء، قطوع السبان شيء تاني. مرتي كل سنة بتفوت بينها كومبيتيشن بينها وبين أصحابها، مين بيعمل أكبر سبان بيناتهم؟ تعمل لي وحدة عندي بالبيت أكبر من تبع طارقة بالسقف، عاملة أنجل دروا من فوق، 12,000 دولار إضاءة بس بتكلفني كل سنة. بتفوت لعندي على البيت تفكر حالك بالميوزيك. بيجوا لعنا العالم الضيوف قال بيقعدوا قال ما بيفلوا قبل ما يجي طوني حنا، إنه قال إنه إحنا بصير يعملوا لي إنه شو وين صار طوني حنا؟ أي طوني حنا بيت هون حبيبي، مش هادي براذرز أي ساعة ما في. شيء غريب عجيب. كومبيتيشن الأول مع الآخر، كل العالم بيحطوا هولي أشخاص بلاستيك مجوس، بلاستيك حمير وخواريف بلاستيك، مرتي بتعمل كاستنج بتجيب كومبارس حقيقي. ثلاث اشهر عندي ناس غرباء قاعدين تحت السبان، بدي اطلع اشرب مي، بدي البس كل تيابي ريش بارفان، مرحبا شباب. هني بالصالون، تفضل رئيس، ادو على المغاره تفضل، انه قاعدين. عندك شهرين غرباء، ناس غرباء قاعدين عندك بالصالون، السنه الماضيه فوتهم ضمان ما بقى لي عين. قلت انا بكره بيخلص نوال بيقولوا لي صرف تعسفي، شو بدي بشتغلي انا؟ بتقول لي قوم وفل له لا صرف تعسفي. اكلين شاربين نايمين فوتهم ضمان اريح لك، هي بتصير بدل نقل وطبابه وقصه طويله عريضه. الاولاد ثلاث اشهر ممنوع يطلعوا على الصالون، شلال مغاره 4 امتار بيغرقوا فيه. بدي افوت بهالقصه والله العظيم. كل الصيفيه عندك صيفيه، لا راس السنه كله اعياد واعراس. مش معقول شو رحنا اعراس بالصيفيه، مش كل ويكند عندنا 3-4 اعراس. هيدي غنيه رامي عياش مبروك مبروك، ما في اسمع دغري بحس حدا قرض لي $100 انا دغري. كل ما يحط غنيه رامي عياش في الزينه بلاقيه عم بينقص 100 ورا 100 ورا 100 ورا 100. هو وغنيه بكون ماشي بالسياره بحط غنيه رامي عياش او بحط غنيه ماجد الرومي، طلي بالدغري بصف على البنك. شو عندك ليست دو مارياج ضعيفه؟ شي وحده ضعيفه ادعم لك اياها؟ بعرفهم ما بعرفهم اخر همي والله العظيم. كله راكد يتجوز قد ما الزواج حلو. شو هذا؟ مش عارفين هون اذا بدكم تبكوا ولا بدكم. مش حلو الزواج. مش والله كثير حلو. مين مجوز بالصال؟ شو اثنين بس؟ لحظه، ورد رفعت ايدها، باسم انت ما رفعت ايدك. ايه زواج من طرف واحد كانه حلو الزواج من طرف. رفعت ايدها ورد، طلع باسم. اه انا كمان. ايه ما انتبهت، سوري ما انتبهت، سوري. رح ارجع هين لكم السؤال، يمكن ما فهمتوه اول مره، لانه في ناس يعني مبينين ما فهموا السؤال. مين مجوز بس منه ان دينايل، يعني بعده مذكر انه مجوز؟ برافو، شفتوا تغير على الموضوع. في واحد عمل هيك بعدين قال لك خلص عمري ما بدي جاوب، عمر ما يكون ما بدي جاوب على سؤال الزواج، بشارك بسؤال الجغرافيا بعدين. قال لك اكيد هشام عم بيعمل كاتيجوري هلا زواج، بعدين جغرافيا، بعدين تاريخ. مع انه كثير حلو الزواج والله، ارفعوا ايدكم، كثير حلو الزواج. اسمه لا الحلو انه مرتي هون ما رفعت ايدها. لا حلو كثير الزواج والله. اسمه القفص الذهبي، على اساس انت عم تحط العصفور بالقفص كثير فرقاني معه اللون، يعني هو انت عم تحط اذا اصفر ايه بفوت بجنن كثير حلو. شو القفص الذهبي؟ شو هذا الشيء؟ اصعب شيء بالعالم الزواج، خليني اعترف، اصعب شيء، اصعب مؤسسه بالعالم الزواج. كان عندنا ماكسيم شعيا من شيء 6-7 اشهر سهران هون، سالنا مين مجوز بالسال، طلع ماكسيم شعيا مجوز. بس لتعرفوا قد ايه الزواج صعب، شو بيخترع اشياء غريبه ماكسيم شعيا ليهرب من البيت. بتقول له بيبي بشرفك روح عند اهلي، بقول له حلي عم رايح سفاري على تنزانيا. بيخترع لها مشاوير بدهم 3 جماع، انه احلى شيء بالعالم، بس يفتح بابه بماكسيم شعيا 3 جماع برا البيت. اصعب شيء بالعالم الزواج، سوبر صعب، بيجمع بين مخلوقين سوبر مختلفين ما لهم علاقه ببعضهم وعايشين مع بعض بذات البيت. عم شو صعبه؟ المرأة والرجال ما بيشبهوا بعضهم بشيء، بس لألكن ولا بيشبهوا بعضهم بشيء، خاصة من ناحية الكوميونيكيشن التواصل، ولا لهم علاقة ببعضهم. الرجال يا حرام بيقدر يحكي بس بموضوع واحد، يعني راسه مقسم علب، علبة الحب لحال، علبة العيلة لحال، علبة الشغل لحال. المرأة راسها مثل شرايط الكهرباء بالضاحية، الكهرباء فايتة بالدولة معلقة على العمود، فايتة بالباخرة، كله على بعضه. يا حرام بيجي بده يحكيها بموضوع بتهجم عليه ب 18 موضوع دائما. المرأة ما بتقدر تحكي موضوع دائما 18 موضوع. هلا دائما نسال حالنا انه نحن كيف نقدر نضاين مع المراه؟ 18 برافو، هيدا المينيموم، بتبلش من 18 وبتصير تستطرد بعدين. مش معقول دائما نسال حالنا طب نحن كيف نقدر نضاين مع المراه الحياه كلها؟ يا حرام، هو الكوميونيكيشن مع بعض مختلفه تماما. انا رح اقول لكم كيف. سبحان الله، الرجال بيخلق مع كبسه انتم ما بتشوفوها،
في كبسة عند الرجال انتم ما بتشوفوها، كل واحد عنده اياها محل، ناس عندهم اياها هون، ناس عندهم اياها هون، ناس عندهم اياها هون، ناس عندهم اياها هون. هاي الكبسة بتخليه يسمع بس اول 30 ثانية من حكي المرأة. او كنت صدق ادخل الرجال بيسمع بس اول 30 ثانية من حكي المرأة، بعدين بيكبس الكبسة بصير يسمع هيك بيسرع لها، بتصير هي تحكي وهو عم بهز الله براسه ما عم يسمع شيء، بس عم بينزل بيركب اجتماعات تاني نهار، بينزل حسابات الشركه ديبي كريدي، هي عم تحكي كبسه الكبسه وبهز الله براسه. حظه بشع الرجال اللي مرته بتلقطه انه ما عم يسمع، بكون عم بهز لها براسه، لا بكون عم بهز لها براسه بتقول له بيبي، بتربع كله سوا بينزل على كوكب الارض، بتطلع فيه هيك طلع ورقه ريسيتاسيون اكريت، شو كانت اخر جمله عم بقولها؟ في عندكم الغيري كمان، مين مرته بتغار عليه؟ اوكي، مين اشترك باول سؤال ومرته بتغار عليه؟ لانه اللي ما اشترك سؤال الزواج ما بيتاهل على سؤال الغيري، بس سالتني. اوكي، ضروري اخبركم انا عن المره اللي بتغار، لانه انا مرتي بتغار علي، ضروري اخبركم عن المره اللي بتغار، ضروري. المره اللي بتغار سوبر وومن، وندر وومن، اقوى مره بالعالم، اقوى شيء نزل على كوكب الارض هو المره اللي بتغار. عندها قدرات خارقة من كل الميلات، أول شيء عندها قدرات درامية خارقة، يعني بتكتب سيناريوهات يا محلك لوديا مرشليان وشكري أنيس طخوري ومنى طايع، ولا شيء قدام المرأة اللي بتغار، يعني أنا مثلا مرتي مصرة لأني عم بيجي على البيت ما في ولا شعرة على تيابي إني عم بظهر مع وحدة أرعى. المرأة اللي بتغار بصير عندها قدرات بيولوجية خارقة، يعني بتتحكم بجسمها بشكل فظيع، المرأة اللي بتغار مش معقول شو بتتحكم بجسمها، يعني أنتم كلكم بتعرفوا إنه بب العين بيتحرك مع بعضه. طلوع نزول يمين شمال عند كل الناس الا عند المرأة اللي بتغار. اذا جوزها قاعد حدا ودق سلولارو عندها هيدا الببو بيروح لحاله بيشوف مين دق له، تاني ببو بيطلع بيروح على وجهه بيشوف اذا انبسط ولا ما انبسط. المرأة اللي بتغار هي المخلوق الوحيد اللي بيقدر يعمل ببو العين سوبر بوزيه هيك. بعدين مشكلة المرأة اللي بتغار انه مجبور انت تقبل انه هي بتغار عليك، بس انت ما فيك تغار عليها، دغري بتصير شرقي ومعقد. يعني انا من 7-8 اشهر كل الليل قاعد عم بروقها لمرتي عم تبكي حدي بالتخت عم بتفحش لانه تيم حسن جوز وفاء الكيلاني، وانا عم بروقها عم بقول لها يا بيبي طولي بالك ما بصير يا حياتي تعملي بحالك هيك، لك يا حياتي بتصير باحسن العيال بدنا نكفي كرمال هالاولاد، يا بيبي طولي بالك بكره بيرجع لك وين بده يروح، يا حياتي طولي بالك خلص هلا انت خلص مشي حالك هلا انت بطون عيسى ببسم مغنيه لكن عرفنا شو بده يصير. بس تعي انت الا شغله، لا انت الا مثلا عن مثلا الا انت يقبرني الله شو هالنادين جامي انه ما قلنا ورد لانه جوزها معها، انك كنا بدنا نقول الا انت يقبرني الله شو هالنادين جامي، دغري شو بتقول لك؟ والله ليه بشو نادين جام احلى مني؟ وهي عم تقول لك هيدي الجمله بتكون عم تكدس خياره عند قش خيار معلق هون، بتصير انت جاي تقارني حالك بنادين جام انت والخيار مع بعض، بتصير تطلع فيها بتطلع بنادين جام بدك تلاقي لها شيء لتربح، هي ما بتلاقي لها، بترجع تطلع بنادين جام بتطلع فيها بتلاقيها عم تاكل قشقوان محمص عم تهرهر علينا على التخت، بتصير انت تنفض الخبزات بيطيروا بيرجعوا بيجوا مطرحهم، بتصير انت انه شو عم تعمل هيدي كيف بدي ربحها نادين جام ما عم بقدر، بتصير ركز عليها بس بتطلع فيها بس بتطلع فيها لبسك توب طالع عليها كروب توب واصل لهون، مش مرتي انا انه حيالله واحد بتقول له مرته هيك، انا هيك قصدي، بتصير انه كيف بدك تربحها انت ما فيك تربحها، بتقول لها بيبي هي مش انه احلى منك، احلى منا كلنا بالبيت مش انه شيء شخصي يعني. ولا وين المشكله؟ هول الاشياء السمارت فونز والابلكيشنز الجداد اللي عم بيطلعوا عم بيساعدوا المره اللي بتغار ضدنا، هيدا الواتساب فيديو كول هيدا شو هيدا؟ انه مرتك قال بدي اقول لك وبتشوفك وينك، هيدا شو هيدا؟ ضدنا هيدا نعمل، انه قال مرتك بتحكيك على الواتساب وينك بيبي؟ بتقول لها انت بالشغل، بكون شي واحد منكم عم بيزعبر بتقول لها بالشغل. بتقول لك افتح واتساب فيديو كول. دغري انت بيطلع هاي الموسيقى براسك. نزحت العطر العزبي عن ارواحي موتانا كرجو منك يا ربي عن يوم رضوان. دغري بتشوف بدل الكليل طالع لك من الهيدا بيركب الجناز بلبسات الساعة يعني. على كل ان انتوا اكتريتكم اذا ما بيعرفوا مرتي شخصيا بيعرفوا انه مايا دياب هدتها بيبي دول على الهوا. بتعرفوها قصة البيبي دول اكتريتكم اكيد. مايا دياب للي ما بيعرفها رح اخبركم انا القصه، بحلقه سابقه انا قلت عيب الشوم على مايا دياب تطلع على ستار اكاديمي بالبيبي دول، كانت لابسه شيء قصيري بيشبه اللانجيري، قلت انا رجعت طلع فيه بمثل بام بس انه يعني قلت انا يا عيب الشوم قلت انا يا عيب الشوم تطلع بالبيبي دول على الهواء، بتقوم هي بتطلع معي ضايفه بعد 6-7 اشهر بتقول لي حبيبي خذ هيدا كادو بيبي دول روح لابسه لمرتك انا اللي طلعت فيه على ستار اكاديمي بادي شورت.
العمى حطيتهم حط بعضهم مثل بعضهم، ولا كنت ولا 14 سنتي قماش ب 14 سنتي قماش، ولا كنت اعرف شو الفرق بيناته، بس انبسطت. قلت عال عظيم، هيدا اجى بوقته، بيكسر الروتين بالزواج، بغير لي الوضع كله. اخذت هالبيبي دول وركضت على البيت يقبرني الله. انا كنت بلشت تتعتم، لبسته لمرتي، مرتي متر و60، مايا دياب متر و90، طلع علي لهون تيري مايا جايبته عقياسة، انا ماني عارف يا حرام. لبست اياه وظهرنا، حسيت انه حرام ننام فيه. قلت له روب لونج هيدا بيبي، قومي يا عمي قومي، روب لونج هيدا يا حرام. اللي حلو هالبيبي دول يعني شخشط على الارض. الا يا بيبي، اي بيبي دول هيدا؟ اذا بتنامي فيه بكعبك تحت الشرشف هيدا، هيدا بشوبك هيدا بيبي دول هيدا. قومي نتعشى يا عمي. من نضحك هالعالم، روقي شوي. لا لا، بتشوفوا مرتي بالاخر بتطلعلكم اياها، بس تشوفوا انه ماني عم بمزح يعني. فهيك بس شو ما كان يعني، البيبي دول ولا الفستان ولا الروبلونج ولا شو، كله هيدا بيكسر روتين بالزواج. لانه خلينا نعترف انه في روتين عند كل المجوزين، في نوع من الروتين. مين عنده بلاي هذا السؤال؟ بعدين عندكم كمان سبب الاولاد، الاولاد مرحله، الاولاد مرحله صعبه فيها ستريس وتعصيب، كمان بتعمل ستريس كثير بالعلاقه، بتعمل روتين كثير، خاصه للكوب اللي بعده مجوز جديد. تحبل المره، بيحبل الرجال معها، بصير ينصحوا قد بعضهم كل شهر بشهره، بيوصل على الشهر التاسع اثنيناتهم كنبيات قاعدين بالصالون، مش قاعدين على كنبيات، هن كنبيات يعني. بتيجي الخادمه بتقبهم بتنظف تحتهم بتردهم محلهم، لانه يا حرام كل ساندويش بده يعمل لها اياه للمره الحبله لمرته، بده يعمل ساندويش منه لها وساندويش له، وساندويش المره الحبله الله لا يحطه بضيار حدا، اغرب ساندويش بالعالم، في بقلبه أشقوان وحلوم وبلغاري ودوبل كريم وزعتر وخيار ولبنه وبندوره ونعنع ومرتديلا وجامبون وكبيس ومايونيز وكاتشب وموتارد، وبس تلفه وتخلص بتحط نيتيلا على وجهه. قال انه ايه، بتحب تكسر الحلو بالمالح؟ الرجال بيفكر انه هذه اصعب لحظه بحياته، انه هذه لحظه الساندويش، لحظه النصح، اصعب لحظه بتطلع مشي قدام بعد 9 أشهر لما يفوت مع مرته على غرفه الولاده، بمضوعه ورقه انه ما بينهار جوا، قال انه في اشياء بتخوف جوا، بيمضي ورقه انه هو ما بينهار وبيتحمل المشاهد، وبيفوت مع مرته على احلى لحظه بحياته. الرجال مش كثير بحس بلحظات ايموشن اللي بحياته، هي من اكثر اللحظات اللي بحس فيها بالاحساس، بتصير مثل ولد صغير. بيفوت مع مرته، بيسندها، بيمسك لها ايدها، بيمنحس لها شعراتها، عيونه بعيونها، هي يا حرام عرقانه وخايفه عم ترجف، نايمه، مغطينا بشرشف، فاتحة إجرايا، في صف 10 رجال غربة بدهم يتفرجوا. بس اللي ما بيعرف أنا حقلكم، أنتم بال9 أشهر بتتعرفوا بس على الجينيكولوج، بس تفوتوا على غرفة العمليات تلاقي جايب معه 9 أصحابه يتفرجوا. وانتبه، أنت دافع لهم ليتفرجوا، يعني في 6 عم يتفرجوا على حسابك، 4 عم يتفرجوا على حساب الضمان، 10 واقفين بالصف، كل واحد بيدوره بيقرب، بيفتح، بيوافق، كله بيوافق. لهلا ما بعرف على شو عم بيوافق، بس قال انه هو وافق. قال له شاف شيء بيعرفه، يعني شو اللي يعرفه يوافق؟ بصير يعمل لي هيك، انه والله برافو، انه شو اللي برافو يا حبيبي؟ مثله مثل غيره، شو عندك؟ بعدين بصير يطلع بصاحبه انه والله ليك الجماعه شغلين شغل حلو ها؟ قرب قرب، احلى من تبع امبارح، وحياتك ما بغشك انا. بتصير انت شو بدك تغير رايك؟ ما فيك تغير رايك، انت ماضي على ورقه، بدك تولد بدك تولد. انا وقت مرتي وصلنا صف 10 رجال غرباء، انا ضعت، شو بدك تقول لهم؟ ما فيك تقول لهم شيء. وصل السابع كان هيك لونه اسودين شوي، انا قلت جايبين لي حكيم من برا، قلت هيدا الاجنبي يعني جايبين لي هيدا الاختصاصي من برا يعني، انه ما مبينين، قالوا لك هذا بيشتغل تلفزيون بيحكي علينا ما بيحكي علينا بينتقدنا، جابوا لي دكتور من برا. فات وصل كثير فهمان مبين عليه، شمر هيدا انه كثير فهمان هيدا، فتح وافق، طلع بصاحبه وافق، طلع فيه يعمل لي هيك شوي، مسك المكنسه وكفه تنظيف الاوضه، طلع الهندي بينظف، ماري من برا شافهم عم يتفرجوا، فيه يتفرج معهم، كل الاوبيتال عم تتفرج، ما بده يتفرج. وبتفكر انه هيدي اصعب لحظه بحياتك، كمان بتطلع مش اصعب لحظه، أصعب لحظة بعد 3 سنين لما يكبر الولد ويصير KG1، مجبور تحطه بمدرسة خاصة مش بمدرسة رسمية، لأنه المدرسة الرسمية مش للبد بعدها بلبنان، إن شاء الله بتصير أحسن. أصعب لحظة بحياتك لما تعرف أنه ابنك اللي طوله 50 سنتي قصته $5,000
بتبعته على الكي جي وان على المدرسه بصير كل يوم يجي معه ورقه شكل، نهار ورقه قسط $1,000، نهار ورقه مريول $100، نهار ورقه قرطاسيه $100، اذا ما اجى معه ولا ورقه بيجي معه انفيتيشن لبيرثدي صاحبه، يعني كادو $50، 32 صاحب عنده بالصف، يعني كل السنه بتقضيها كادويات. كان ابني بس يفوت من الباب الا بيبي اجى الجابه على الباب، بابي هات شوف شو معك فواتير يا بابا، هات لنشوف شو هيدا، ليش تلك ليش ترك عليك رسوم بلديه لهلا؟ طوابع 75,000 يا بابا. اول شيء كنت تفعله على الفاتوره، بعدين صرت بعطيه انه $800 هو بيضبط حاله، عرفت كيف؟ اول شيء كنا لانه صار لي زمان بشتغل معه صراحه وحالي معي صافي للامانه، يعني ما بشتغل الا معه لنقول بس هذا كله كرمال شو $5,000 كرمال يتعلم غنيه وحده ما تعلم غيرها. كي جي 1 $5,000 غنية واحدة، أول سيمستر تعلمنا أول مقطع منها غنية صعبة للأمانة، موسيقيا وشعريا غنية سوبر صعبة، أول سيمستر تعلمنا أول مقطع اللي بيقول دادي فينجر دادي فينجر وير آر يو؟ هير آي أم هير آي أم هاو دو يو دو؟ تاني سيمستر تعلمنا تاني مقطع اللي هو أصعب بكتير، مامي فينجر مامي فينجر وير ار يو؟ هير اي ام هير اي ام هاو دو يو دو؟ بعدين تعلمنا سيستر فينجر، بعدين براذر فينجر، يعني كل فينجر طرقونا اياه ب $1,000 تقريبا. نعم $5,000 حق غنيه وحده، لو عملنا له لحن وكلام عند مروان خوري كلفنا قال شيء بالمره، يعني كله شو قال يطلع فرد صالح بالمجتمع، انه اذا بتحطه بمدرسه منيحه بيطلع فرد صالح بالمجتمع. ما خص هيدا بهيدا بس لكم، لانه في 100 عامل وعامل بينزع الولد قد ما كنتوا عم تدفع عليه مصاري بالمدرسه. عندكم الفيسبوك ما معقول شو بيعمل بالولد، عندكم بنت مثلا عم تعلموها باحلى مدرسه كبرت صار عمرها 10 سنين عملت بروفايل على فيسبوك تعرفت على ريما ديب. جد مين كان بيقول انه بعد بتجيها فرصه تعمل فنانه؟ بس اقول لهم هذا الكليب صورته على حساب وزاره الصحه بس اللي من عندكم التلفزيون، ليش قليل التلفزيون شو بيعمل بالولاد؟ وعم بحكي عن التلفزيون ايامنا هلا مش ايام زمان، لانه ايام زمان مثلا بالستينات او بالسبعينات ماكسيموم اذا كان عندكم ولد كان بيتاثر بمسرحيات الرحابنه. عندكم التلفزيون، ليش قليل التلفزيون شو بيعمل بالولاد؟ وعم بحكي عن التلفزيون ايامنا هلا مش ايام زمان، لانه ايام زمان مثلا بالستينات او بالسبعينات ماكسيموم اذا كان عندكم ولد كان بيتاثر بمسرحيات الرحابنه. وين 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 وجوه وين صاروا في وادي بين وبين وين وين دا بربر آغا دا دا بربر دا بقوسي ضاع بربر ضاع بربر لا ضاع ولا شي هيني كنت علقيني بعجقة ساير على الدورة ما بتفهم كملت معي العجقة لو وصلت لعندك لهوني ولك برمي صوبي ايه ضلت لحقتني العجقة لو وصلت لجسر جل الديب يلي ما كانوا يعرفوا يخلصوا من صيف 840 وضلت لحقتني العجقة الزفت لبعد تونيل نهر الكلب وأول ما وصلت عند لوحة الجلاء قطعتني السيارة. هالسيارة مش عم تمشي إيه؟ بدها حدا يتفشها دفش غني بيحكوا إيه؟ عن ورشة تصليح إيه؟ وما عرفنا وين الورشة. لو بتعيرينا سكوتك شي شوي وبلا أغاني ورشة تصليح ما هي اللي بدك ايه انت نروح نصلح عند ابن خالتك هالمكنسين الأحمر بدل ما نجيب سيارة نظيفة ونوفر تعب عحيلنا. وليش ما دقيت لي؟ ليش ما دقيت لي؟ اسمعوا الزكا، ليش ما دقيت لي؟ ليش كان في سلولرات ع ايامنا يا فهلويه؟ انجا كنا نتواصل بالحمام الزاجل واليوم وللاسف حميمتي واقفه. ها
هالحمامي مش عم تمشي. ولك خلص بقى أغاني، مش كل بقى اللي كلمتين ثلاثة تفقعيني مويل، فوتي طبخي لي شي طبخة، جوعين مخور محتاس اللي فيه. شو عبالك تاكل؟ تاكل هنبي؟ لا. تاكل خبيزي؟ لا. تاكل سباني؟ لا. تاكل ملوخية؟ لا. لا تعذبي حيلك يا تقبريني، مع هيك طبخات أنا بر على حيلي. اش هالايام اللي وصلني لها بالدراما اللبنانيه هيدي، كيف صايره الدراما شكل؟ انا الحد علمي ممثلين الدراما بيكونوا من البلد نفسه. الدراما بسوريا لممثلين سوريه، بالخليج خليجيه، بمصر مصاروي، عنا بكم مسلسل بلبنان بيبقى البي لبناني، الام مصريه، ابنه سوري، بنته فلسطينيه، الجنينات كردي. مثل ما بيقول المثل، مش معروف اي دور لاي ممثل. تترا هيدا بالستينات او بالسبعينات، اما بالتسعينات ماكسيموم لو كان عندكم بنت كانت بتتاثر بي ماريا مرسيدس. ماريا مرسيدس لاجلكم اعمل، لانهم اهلي احيا واتعب، تركتنا امي هجرتنا وابينا طبعا. لا يا مرحبا، انا بتشتغل على المسلسلات المكسيكيه. انا اشتقت ولكن اريد مع اليخاندرو الداما الميس فرناندو، لقد اصبح ديمودي. انما اريد ذلك الوسيم تيمو حسن الملقب بجبل شيخ الجبل. لو رايته امامي لك جمجته ولعقته ولحسته هكذا. إنما لو رأيت تلك القبيحة الشمطة إن دين جيم لصفعتها بوكسا هكذا وركلتها كم أكرهها. عفوا، ولكن إذا ماذا تفعل في المشهد معي؟ ها شو عرفني؟ قالوا لي شكلك مكسيكي، فوت معه. أغرب عن وجهي وجه القذارة كم أكرهك. اما بال2017 وال2018 في 100 برنامج وبرنامج بينزعوا الولاد قد ما كنتوا عم تدفعوا عليه المصاري بالمدارس، خاصه بالسافوار فيفر. اذا مثلا عم تعلموا ابنكم انه ما يحكي على صوت عالي ويحافظ على تون واطي بصوته وهو عم بيحكي. اجى من المدرسه بعد الظهر، هربتوه من كل برامج بالليل، حضر تلفزيون بس بعد الظهر، حضر باسكت بول، تاثر بوليد دمياطي. مشوق بفوت على السله ومشوق لا مشوق ودان بمجاد العمى استفرغ. بتقول له بابي اذا مرشح ولا مجرب وفي حدا بوجهك عم بيحكي اوعك تمخد بوجهه، عيب ما بيسوى بالسافوار فيفر. بتهربوا من كل البرامج، بتحضروا بس برامج سياسيه. بيتعرف على نانسي السبع مرشحه. وفجاه صرتوا مسلحين واقفين على الجبهه والدوله هي موجوده وانتم اهل الدوله مفروض. أنا ما ببرر سلاح خارج عن دولي. أتمنى مين ما كان حليفي أو غير حليفي يدلني على خطأ تحت صح. تخطى يعني الأحداث، تخطى اللي ماتوا واللي كانوا مهددين بالقاع. شو عم تعمل؟ عم بتضخ مخاط على الرابع؟ لا، وآخر المقابلة بتقله عفوا، لازم تقله نعيما مش عفوا. بتقول له بابي ما بتحضر تلفزيون الا اذا انا قاعد حدك، بتحضر بس نشيط الاخبار، على اساس نشيط الاخبار ما فيها شيء. على حظك تعيس ابنك بيتاثر بطريقه حكيه بيه. نعمه محفوظ. يا جماعه يا جماعه، يريدون اسكاتنا، يريدون اسكات على الصوت الملائكي. لن نسكت الا الساكين. مبسوطين هلا بلش المدارس، مبسوطين انه بلش المدارس انه ولادها بيروحوا، انا عدكم بالبيوت. لن نسكت الا نستكين باخونا حتى تفيدي اخر مفرد حياتنا. باخونا حتى تفيدي اخر مفرد حياتنا. باخونا حتى تفيدي اخر مفرد حياتنا. إذا شلنا السافوار فيفر على جنب وصلنا للغات، والشعب اللبناني بحب يعلم أولاده لغات لأنه نحن لبنان متعدد اللغات، خاصة الفرنساوي لأنه لبنان بلد فرانكوفون. بحط أولاده بأحسن المدارس الفرنساوية، بيجي الولد من المدرسة بعد الظهر
بيحضر الام بي ان. بس بدي اخبركم شغله عن الام بي ان. الام بي ان فيها تنزع الفرنساوي تبع جاك شيراك. يعني جاك شيراك اذا حضر الام بي ان على فتره 10 ايام بصير يحكي فرنساوي مكسر. كلكم يوما ما مرق معكم واحد بحياتكم اسمه ألان. كل نسوان يوما ما عاملين تاتو او تاتواج او عاملين شينيون لشعرهم او محافظين على الكاليتي تبع بشرتهم، كلها كلمات بالنسبه لكم تمرق عاديه، بالنسبه للام بي ان هي كلمات جايه من الفضاء الخارجي بيطلعوا هيك. اليوم ألان بدنا نقول لك عن جد شكرا على هيدي المبادره. اول ما بدات ألان يمكن بدات مبادره شخصيه بعالم التاتو، خدت الديسيجن للتاتو المفروض تتوجه عند اخصائي وقتها بندرس التاتواج. هيدي صور انا موجوده عندي كشينيون، هلا هيدا الشينيون اللي انا عم بعمله نحافظ له على الكليتات تاعته. لا معها كاميون عم تعمل لشعرها وكالينتي غنيه بعرفها حلوه. إذا الأم بي أن تضرب الفرنساوي تبع جاك شيراك، الشيف أنطوان بيضرب الأمم المتحدة. يعني عصبة الأمم بفرغها من مضمونها الشيف أنطوان، خاصة لما يطلع من المطبخ اللبناني ويفوت على المطبخ الأجنبي، يعمل مثلا مطبخ ياباني، سوشي، ساشيمي، ماكي، واسابي، شريمب تمبورا، أو يعمل مطبخ تلياني، ركزوا لي على المطبخ التلياني، يعمل بني مثلا أو مطبخ فرنساوي روست بيف، كلها طبخات بيعملوها أماتنا ونسواننا بيطلعوا كثير طيبين وبيلفظون كثير منيح. شيف أنطوان اللي بيشتغل بالطبخ مش بالنجارة بيطلع معه هيك السوشي والساشيمي والماكنز. ماكنز ما فينا نساوي السوشي أو الماكنز. ماكنز بودرة الوسبي اللي هي معمولة من هون عندي الوسبي من الوسابي. وسابي صلحها وسابي. روز بيف غير رز عجاج أكيد روز بيف بالخضار. صنفنا اليوم هو بيني بالكيل والحبش. بني هي نوع من الباستا مثل الأسطر بنسميها البني او مثل البني. حلقتنا لليوم قرايدي اسطنبورة. طنبورة؟ لا قرايدي اسطنبورة شو بنا اللي هي عجينة الطنبورة. عم نحضر قرايدي اسطنبورة. قرايدي اسطنبورة من قرايدي اسطنبورة جهز انه نحن نغطه بعجينة الطنبورة. مش معقول. أكيد الشيف أنطوان هو صغير كان يقولوا له فرجيه طنبورة لعمه أكيد. مش معقول. أنا ما بعرف ليش لبنان مثلا بفوت بمغارة جعيطة تبع جايب الدنيا السبعة. أنا بفوت بالشيف أنطوان وبربح أكيد. طنبر معه البني بذات الفيديو أقوى واحد بالعالم. بعدين دائما بتفكروا إنه برامج الكبار بتنزع الصغار، لك حتى برامج الصغار بتنزع الصغار، إذا عندكم ولد مثلا عم تعلموه يكون رجال وصغرت وقد حاله وبالغلط ابنكم تأثر ب ميني ستوديو. ميني ستوديو. بونسوار. سلام لكل الأطفال يلي عم يحضرونا من كل المناطق وكل الضياع اللبنانية، من شمال الزارور لجنوب الزارور، من شرق الزارور لغرب الزارور. زارور يا هالمنطقة اللي صحيح انك صغيرة بس جامعة الكل بقلبك. والليلة معنا زارور صغير بالستوديو هون. بونسوار، تعرفنا عن حالك؟ جان ماري فرانسوا فريدريك لو بروميي. واو لو زاروريان. برافو. وي سي مو. برافو برافو. خبرني، مبسوط انك الليلة معنا بالام تي في؟ جدار، مش معقول شو حبيت الام تي في، مش معقول شو حبيت الباتيمون، مش معقول شو حبيت الانفراستركتور كلها، حتى حبيت الكافيت، مش معقول شو هالكافيت الحلوة اللي عندكم، هلا كنت عم باكل فيها، ماشي ان ساندويتش ترو سامبل، في ماشي هو دو شابر افيك دو فرامبواز دو كرامبيري مع رشة نوا محطوط دون دو ملتي سيريال وحده سلاد كينوا وكيل، مش معقول شو طيب، وحقه ماشي 34 دولار فريمون عن جد ساندويتش 34 دولار ماشي اسعار تعاونية عندكم هون بالكافيت فزيرة عن جد جلال كثير حبيت ريمون. بنصح الكل يجوا لعنا على الكافيه. ليك خبرني، انا حاسك انت عم تحكيني هلا كانه صوتك تعبان شوي، مجرب شيء؟ نو ما مجرب، انا بحكي هيك. انت بتحكي هيك؟ نو نحن بالبيت كلنا بنحكي هيك، انا ومامي وبابي كلنا بنحكي هيك، نحن العائله بنحكي لبناني مجرب. داكور اوكي. لو ليباني غريبي اكسان جديد هيدا شغلتك. نعم اكيد مامي بتحكي هيك، بابي بيحكي هيك، اختي الكبيره بتحكي هيك. حرام عندي بس خيي الصغير خلق ما بيحكي هيك. بس كبير عمل له عمليه لحميه مشي حاله. برافو تري بيان، شلتوا له اللحميه. نو حطينا له لحميه، ما كان عنده حطينا له.
وصفه بعقد فظيع بيحكي هيك كانه مجرب كل السنه. ليك إن انت على طول هيك بتضحكوا لاصحابك بتنكت معهم؟ مش معقول كيف عرفت جسمي كبير جولو بين اصحابي دائما بخبر دي فارس دي بلاك دي زانكدوت هالاشياء كلها. وعندي عندي ايدول بعالم الهضامه. مين؟ بيير رباط. برافو سالو بيرو. مش معقول شو مهضوم كم الي مينيو. مش معقول بيضحك هيك مثل شرشبيل. اي لاف هيم. ما معقول وزيته. طب ليك جمال بليز ما فيك هيك تمرق بسرعه بلا ما تخبرنا نكته على السريع. شو بدي خبرك؟ نكته. شو يعني؟ بلاك. ايه بلاك ايه اوكي اكيد. طلع معي وحدي انا وجاي بالسياره سوبر ذكيه سوبر انتليجنت. بدنا نركز شوي لنفهمها اوكي. معليش كلكم هون ذكيه بعرف بس بدكم تركزوا معي. يلا انا مركز. اوكي قول ثلاثه. ثلاثه بتسلم عليك التيتا. فظيع مش طبيعي. فظيع ما معقول. خفا ما معقول. طب بليز بعد وحده مش في وحده اذكى بعد. ايه اوكي ركز معي زيد. يلا مركز. قول احد. احد نسيتها؟ نو ما مسكرين مع احد. قلت لك لبلي من يوم بين اصحابي. يعني تخيل اصحابي. انا قتلتنا. طب بليز يلا خلينا ركز نرجع للحلال. يلا جان فريدريك سيباستيان دو باتريك دو باسكال مشعلاني. انا وياك هلا مثل كل حلقه بدنا نعلمهم للاولاد ببيوتهم اون نوفيل اتيكيت. اون نوفيل اتيكيت بور فاسيليتي لا في. واو اليوم شو؟ اليوم اتيكيت دو لا فانتوراسيون. Étiquette de la feinturation. Feinturation. Yani on va feinturer d'une autre façon le lion berraille. Oui, bravo. Ama kif yani? Yani comment faire pipi sans toucher le zizi? Pipi sans toucher le zizi? Non. Juste ma technique. Est-ce mal pipi wireless? Wireless? Yes. Yani whippy. Whippy, fazi, maman. Kif t'as la fille? Habib, bas arif shou am tlabbit sallak siya. ما انا عندي تيك نيرفو بس اضحك. مان اوكي يلا جاهز نعلمه. جاهز يلا ناخذ ديستانس انا وياك. اوكي ايه يلا اول شيء بنفك الزيبر. بننزل البنطلون. اوكي بننزل السترينج. نرجع سليب. اوكي نزل السليب بعدين حاضر ايرون مان. اكيد توقف بوزيشن ايرون مان هو طاير. اوكي العمى شو شربين وبس خلص. خلصنا. مش معقول شو هالتكنيك الرائع. شو هالاتيكيت الفظيعه عن جد. اي متى حتعلمونا كومون فيه كاكا؟ جان فيليب شيفاليه دو ماري سليمان. نحن بالام تي في ما بنعمل كاكا. ما بتعملوا كاكا؟ جامي دلافي. شو بتعملوا بالاكلات؟ ريسيكلاج. شو نضاف؟ ريسايكلينج. يس اندر شيء بشوفه بحياتي فزعين. يلا ولا انا وياك رح نختم الحلقه بغنيه وطنيه. والليلة يا صغار اخترنا لكم غنية للسيدة فيروز. اوه السيدة فيروز كثير بحبها. سفيرتنا إلى البترون. نو إلى النجوم. هي هيك جبران بسيط. سوري. يلا نغنيها. بحبك يا زعرور يا وطني. بحبك بجبالك تلاتك بيستاتك. بحبك بتسأل كاسكيليا وكاسكيليا با. بحبك يا زعرور يا وطني. يا زعرور يا وطني. بحبك بجبالك تلاتك بيستاتك.
بيستاتك بحبك بتسأل كاسكيليا وكاسكيليا با بحبك يا زعرور يا وطني. والعكس صحيح، إذا عم تعلموا ابنكم يكون رفيناه ولذيذ وناعم ومرتب وكلاس، وبالغلط ابنكم حضر وتأثر بالمنار الصغير. المنار الصغير هو برنامج الأطفال تبع قناة المنار، مرة حضرته أنا ومرتي خفنا. ببلش هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المنار، قناة المقاومة والتحرير، في برنامج الأطفال المميز المنار الصغير، برنامج العاطفة والحب والحنان، برنامج البراءة والمحبة والتسامح، برنامج العواطف الجياشة والمشاعر الحساسة، برنامج العائلة بامتياز، برنامج الأب، برنامج الأم، برنامج الأخت، برنامج الأخ. إن أردت المحبة المنار الصغير، إن أردت الحنان المنار الصغير، إن أردت التسامح والبراءة المنار الصغير، إن أردت العواطف الجياشة والمشاعر الحساسة المنار الصغير. عنوان حلقة اليوم: أشلاء جند العدو. شو هالحلقة الحلوة يا حاج؟ كثير حلوة، الأولاد مكيفين. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شعارنا: لأن الفرح يفسد الأطفال. التلفزيون قادر يوصل ينزع ذوق اولادكم باللبس لهالدرجه، يعني عندكم بنت مثلا وتاثرت بذوق لبسها بليلى عبد اللطيف. مره طلعت بهذا الفستان على التلفزيون، شريته من عند اكزوتيكا. سوري قطفته، موسم ربيع 2017. مش ما بس انا بحبها لليلى، اصحاب انا وياها على فكره، عندي اياها على فيسبوك، بتعمل لي لايك على صور بعد ما حطيتهم. تفوت على الجاليري بتعمل اغرب شيء بالعالم، بس تفوت على الجاليري بتنقي اللي بيحطون فظيعه مش معقول. بس anyway، هلا انتم كلكم عم تقولوا انه هشام صار بده يعمل ايفالويشن للي بيطلعوا على التلفزيون، هيدا منيح وهيدا مش منيح، وهو بلش ببروجرام نكت ايحاءات جنسيه. بفهمكم، معكم حق، يمكن معكم حق، بس انا صراحه لو اللي عملته مثل ما بدي اياه الاو تي في، مش مثل ما انا بدي اياه. لو عملته مثل ما انا بدي اياه كنت بستضيف فيه ارتب ناس، كنت بعلي كاليبر الضيوف، كنت بروح على مصر وبستضيف فاتن حمامه. مساء الخير، ازيك يا هشام وازيكم؟ متشكرة. ازيك يا فاتن، انت وحشتينا قوي يا فاتن، انت بتنكتي يا فاتن. ده انت اللي وحشني، ده انا كان نفسي اكون في برنامج لول من 2010. تسمح لي انكت نكتة؟ يلا تفضلي. في واحد راح المختبر عشان يشوف نتيجة التحليل بتاعه، قامت الدكتورة قالت له: البول بتاعك فيه سكر. قال لها: لا، ده انت اللي عسل. منيح ما استضفتك، ما كنت رحت على مصر، كنت ضليت بلبنان ورحت عند الإعلاميين واستضفت كبير الإعلاميين جورج إرداحي. يسعد لي مساكم. أنا سعيد جداً أني موجود معكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج النكات الأول في العالم العربي لول. لول؟ نعم. شو اللي لول؟ لول هيدا أجنبي، ما خصته بال... لبل يا سيدي، في علم الصرف والنحو والفصاحة والبلاغة والعروض عند العرب اسمه لول وليس لول. اقتضى التوضيح. عفواً يا سيدي، أخبركم حادثة طريفة، هي أكثر من نكتة حصلت معي. كنت قاعد بأحد المقاهي في بيروت عم برتشي في القهوة مع صديق لإلي، وإذ بلمح من البعيد هيك رجل عجوز عم يتقدم نحونا، ولكن عم يمشي بخطى مثيرة للريبة. مشيته مش للبد، ماشي مفرشخ هيك، يطلع وينزل، فرشخ يطلع وينزل، فرشخ ويطلع وينزل. وجيت لعنده هيك قلت له: يا عم يسعد لي مساك، معك جورج قرداحي من برنامج من سيربح المليون على الام بي سي، انا بحاجة لمساعدتك لاربح الشرط على صديقي. اللي انت من شو بتعاني لحتى عم تمشي هيك؟ هل عم بتعاني؟ احتمال اول تصميت حاد،
احتمال الثاني حالة نادرة من البواسير. احتمال الثالث تورم في الخصيتين. او الاحتمال الرابع تضخم في البروستات. طلع فيه هيك وقال لي يا سيدي بيأسفني إلك ولا وحدي الاحتمالات اللي تفضلت فيها بالواقع افتكرناه فص طلع الكبيري. يعطيكم العافية وشكرا في من سيربح الفص. ما كنت قربت على الإعلاميين، كنت رحت عند الفنانين والفنانات واستضفت كبيرة الفنانات ماجدة الرومي. مساء الخير، أهلا وسهلا، بتشكركم. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك هشام. أهلا وسهلا فيك ست ماجدة بهالجامعة الحلوة، اشتقنا لك كثير ست ماجدة. أنت بس جيتي يمكن على المحل المش مناسب، أنت بتنكتي، أنت محترمة ورص يعني. اف انا اللي بنكت. شو عم تحكي؟ إيه مش معروف عن خبرينا شي وحده. في مره واحد هبيله بده يعمل عمليه انتحاريه، قام عمل بروفا قبل بنهار. ماجده انت قامه وطنيه عظيمه يعني كلنا بنفتخر فيك، بس اذا بتطلع بالجمهور يعني كله راشد نفسه بنفسه، ما في اولاد يعني اخر الليل. نحن خبرينا شي، ليش عم تخبرينا هيك للولاد الصغار؟ خبرينا شي وحده للكبار. قصدك زعرانه؟ تطلع منك؟ ايه انه بتطلع منك؟ تطلع. شو عم تحكي؟ يلا خبرينا. في مره واحد بده يعلم وحده السحر، عم عمل لها واحد واختفى. لحظة شوي، مش هالقد كبار قصدي أنا. شو النكتة هيدي؟ شو اسمه السحر؟ أبرك أبرك. ماجدة كل عمرك زعرة هيك أنت؟ بالحقيقة أنا وصغيرة كنت زعرة، بس هلأ هتزلت الحارة. زنفي لماجدة الرومي. يوما ما قلتوا انه لول هو اجرأ شيء مرق على الشاشه اللبنانيه، وانا مثلكم كنت مفكر لحديت ما جينا الضيف العزيز السنه وسنه الماضي كمان. تيك مي اوت. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تيك مي اوت، ناقشت برنامج اللي كسر الدنيا وكل العالم حكيت عليه وكل العالم انتقدته، مع انه هو ارتب برنامج. نحن هدفنا الأساسي بس جمع القلوب، وهلأ خلينا نستقبل الصبايا. تعرفين عن حالك، شو اسمك وشو بتعملي؟ اسمي أليس وأنا محامية. أليس، خبريني أنت ليش جيت تشتركي معنا بالبرنامج؟ اشتركت لأنه حابة أطلع عليه لتلفزيون جادو. أوكي. وحابة فوتو. شو في اليوم؟ كمان بحياتي للشريك جادو. اوكي. جادو. شو؟ هيك منيح. يقبرني. خلينا نستقبل هلا أول مشتركين معنا، بدي أسمع زقفة كتير كبيرة لشيخ الشباب. بونسوار، تعرفنا عن حالك، شو اسمك وشو بتعمل؟ اسمي فريدريك فوان، عمري 34 سنة وبشتغل بيرسونال ترينر. لحظة ما لقطت ولا كلمة، لحظة ارجع عيد شو الاسم؟ فريدريك فوان. لبناني؟ من بيت فوان ولا خي من وين بدي يكون؟ من هونغ كونغ يعني؟ فوان فران فريدريك فران. برافو. طيب فريدريك
بتحب توجه تحية لحدا قبل ما نبلش؟ ايه تفضل. توجه تحية لخالو. خالو is my inspiration in life. خالو is my coach, my mentor. هو علمني كل شيء. علمني كيف اوقف بالعالم اخد ثقة بحالي وعلمني كمان مخاوج الحروف. خالو قصة كبيرة. خالو والله. مين خالو؟ وليد عبود. اوكي. لاف يو خالو. اوكي. فريدريك قلي من وين جاي؟ من البيت. صبرك يا فريدريك. قصدي وين ساكن؟ وين ساكن؟ وين ساكن فريدريك؟ ساكن بوابع. ليه هالاسئله كلها هيدي وخيشي؟ جاي اتعرف عليك ولا علي انا؟ لا ما تشغل لي بالي. لا لحظه. والله كثير هين السؤال، كثير هين. من اي منطقه جاي؟ اوضح من الاول. ايه هون فشخه الاشرفيه. من الاشرفيه هون. اوكي. طيب فريدريك، هي اليس مشتركه معنا. اليس تتعرف عليها اكثر وكيف تفكر. لازم تسالها سؤال. تفضل. نسألها سؤال؟ نعم. طيب، هاي أليس، صفا؟ ليك أليس وحلك إياها من الآخر، أنا بهمني المواز الذكية to keep up with my level، عرفت كيف؟ وأطرح عليك سؤال شوية ذكي. إذا خيروك بين بيت بالجبل أو بيت على البحر، أي نوع بروتيين بتستعمله؟ انا كل شيء على طعمات بحب. ايوه اليس. ايوه اليس. هيدا الجواب. اوكي صافينا نفوت لجوا. يا خي روق، شو بك؟ شو اكل وجاي لعنا؟ روق. صوي صوي يا خي، مش حاضر. عم بقول لك مش هلا. دورك تسالي فريدريك سؤال لتعرف عليه اكثر. تفضلي. اوكي فريدريك، اذا انا كنت عم بغرق. ايه كملي ما توقفي. ومرتبين بروتيين عم بيغرق. ايه مين بتخلي؟ لا شو هالسؤال الفخ هذا؟ مش قادر عم بنوجع. طب طب هي المطبان انه بعده مليان على الاخر او صار خالص؟ في نصه. في نصه. حرام والله حرام. حرام حرام. طب 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 هي المطبان اماكاني اصلي او لبناني مضروب هون؟ من اوروبا. من اوروبا بدي كسر شيء مش قادر. يا خيي ما تجاوب ما تجاوب. توترت. لحظه شو عم تعمل فيه للزلمه؟ رح يموت. شو عم تسالي اسئله انت؟ انا اللي توترت. شوف 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 انا شو بدي بالبروتيين وهالاخبار كلها؟ طيب شو بدك علي؟ شو بدك؟ بدي اعرف شو موهبته. انا ما عرفت كل هالشباب هيك بس كون سهران شي محل. بحب اوس بوس. طيب حلو. بريك دانس وهيب هوب حلوين. شو؟ واس شرقي. ها؟ انت بترقص للشرق؟ ايه من انا وصغير. ولا خالته. خالته معلمتني كل شيء. من انا ولاد كانت توقفني على الطبليه تعلمني هز خصي هيك عيون الفساتين. خالته قصه كبيره. مين خالته؟ هواقصة سمجمج. ما بتعرفها سمجمج؟ لا ما بعرف. قوية مان. طيب شو؟ بدي اشوفه عم بيرقص. عم بيرقص؟ لا ولو ما معي الفستان بتبهدل. شو؟ بتجلص غير العالم. اذا ما رقصت رح يجي خيرك ياخذها لاليس. بدك اليس او لا؟ يلا. وكلهم رح يزقفوا لك هلا ويشجعوك. وسمعونا موسيقى لفريدريك. صوي رايح صوتي مش رح تزبط الرقص. مني بكتير. حلو حبيته. ايه بس لك ليه طفيتي؟ ما حبيته. حبيته ايه بس مثل اختي. اختك كمان بتشيل حديد؟ شو قصدك فريدريك؟ اليس طفت لك يعني بدي اعتذر منك انك خسرت معنا. بس ما تزعل، في وحده عم تقول لك لا بس في 3 مليار ناطرينك برا. يلا 3 مليون ناطريني برا؟ عم ضيع وقتي مع هالجودونه؟ روحي وليه؟
وحي خالو خالو شحطوني من الاستوديو. انا جردوني. لا لا ما لا. وهلا بدنا في عنا مشترك تاني ما تخافي، وهلا بنستقبل المشترك تاني. بدي اسمع زقفه كثير كبيره لعلي. يلا يلا جنة نطة جنة نطة جنة جنة جنة. تفضل. يلا عصفور اسمع اسمع. بدي اياها. روح علي. انا بدي اياها. انا بدي اياها. اوكي روح علي. انا بدي اياها بالحلال بالحرام بدي اياها. اوكي اسمع روح. انا مش راجع على المنطقه ايدي فاضيين. اوكي. انا بدي اياكي. بدي اياكي يا ملاك. اليس. شو اسمها؟ اليس. بدي اياكي يا انيس. انا بدي اياكي يا انيس. اوكي. يخبرني الله شو ها؟ مظبوطة هاي؟ عم تحكي جد مظبوطة؟ شو لعبة؟ العمى عاملة عمليات أكثر من مقاومة. برني ربك أنا شو هاي؟ أعطونا شقف صغير ندوق طيب. ندوق؟ شو ماذا حبيبي شو ندوق؟ برني ربي يا ويلي شو رح تنبسط فيك الحجة؟ شو هاي؟ برني الله على هاي مرة واللي عنا مرة. يا روح. برني ربك تعي شو هاي؟ بس تعي شوي مرة عايزة يا خيي روح. روح. ليك؟ خذ 200 دولار أعطيني إياها. لا علي. يلا حلوين ظبط حالك. ظبط حالك وحياتك ما بتزعل. خليني أخبرك شغلة. عنا بالبرنامج غير. بالبرنامج عنا البنت هي اللي بدها تنقي الشاب. فشرت بنص عينك علي ما حدا بنقيه. خليني اقول لك شغله معلي. خذ 500 دولار حط لي اياها بصندوق السياره. يا خيفي عنا بروسيدور. شو عندك؟ بروسيدور. حطوا حدا. معي صندوق فان انا. معي يقبرني ربك شو؟ تركز دورها حي السلم. لا روح روح. يا شرفك تعي شو بك؟ لك يا خيي واقف. واقف. علي. نحن على التلفزيون ما فيك تحكي هيك حكي. انا على التلفزيون؟ ليه بلشتوا تصوير؟ من اول ما فت عم صور. صورتوا كل هيدا الشيء اللي صار هلا؟ كله. عم تحكي جاد؟ بينت مدلوق شيء؟ لا لا ما بدي بين مستقبل. هلا هلا شد حالك. اوكي اوكي يلا هلا وقف هون وعرفنا عن حالك. تفضل يا خي هون هون هون. وين كاميرتك؟ هي كاميرتك هون. باخذها معي بس خلص. بدي اعرف عن نفسي؟ تفضل. محسوبك علي الصنفور من حي اللجا. عائلتك صنفور؟ بحي اللجا ما في عيل كله ألقاب. لا أنا لقب الصنفور. أوكي أوكي. أنا بلقبوني الصنفور لأني أنا من عمري 6 سنين ذات الطول. معه الحق. أوكي. في وجه تحية لشباب المنطقة؟ تفضل. بدي وجه تحية لشباب حي اللجا كلهم يقبرني الله. بدي وجه تحية أول شيء لخي الأصلي حسن الخروف. ربيان أنا وياه. ليه خروف؟ ليه خروف؟ مش عراني. أوكي. بيسموه الخروف. ولخي الاصلي كمان عماد الجاتو. خي ليه جاتو؟ هيدا نشوف. اهيان وحده هيدي عنده باتيسري بيبيع جاتو. جاتو 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 جاتو. هي ذاتها غير لحن بس انا شوكولا انت حليب. هي ذاتها بس. بدي وجه تحيه للعيله فيي. عيلتك؟ ايه. بدي وجه تحيه لخي علي. علي انا على التلفزيون يا علي. يا خي لحظه. خيك مين؟ علي. انت شو اسمك؟ علي. وكيف خيك اسمه علي؟ عندي 3 اخوه اسمهم علي. شو خاص؟ عندي بس خيي الصغير ما اسمه علي. نعم منيح. شو اسمه؟ علوش. طيب خلصت تحيات؟ خلصت. طيب اوكي. خبرني ربك انا. اوكي خلينا نتعرف عليك بعد شوي. خبرنا انت شو بتشتغل يعني؟ يقبرني الله. سمعت شو عم بيقول؟ عم بيقول شو بيشتغل. هلا اجى الوقت تشوفي حالك فيي. هلا اجى الوقت تشوفي حالك انك من جماعه ابو علاش. يقبرني ربك. علي علي صدرك لفوق. عرمي لقلك. شوفي حالك بابو علاش. يقبرني ربك. انا دليفري ارجيله. بطل لبنان 3 سنين ورا بعض بحركة المنقل. ربحان على زال بلاط وبرج البراجي وخندق الغميق والشياح. 3 سنين ورا بعض. والله مبروك. بس بشو؟ حركة المنقل. شو يعني هاي؟ هيدي بدك تقب الموتسيك على فترة كيلومتر وتبرم المنقل بتاني ايد لياخدوا الفحمات. إذا خلصت الكيلومتر وما وقعت عن الموتسيك أو ما وقع المنقل تربح. والله. وانت ربحت. الباقي كله وقع على الموتسيك ومات. اوكي. انا ربحان. برني ربك شو بسطتي؟ 7000 ليرة تبس بالنهار. شو بقى هاي؟ كثير كثير متطلب كثير نيقة صراحة. طيب. علي خبرني، أنت ليش جاي تشترك معنا بالبرنامج؟ شو؟ ليش جاي تشترك معنا بالبرنامج؟ هذا برنامج جريء. طبعاً. لريح إيدي. مثل ما سمعت. نعم؟ شو نعم؟ لريح إيدي عم نقول لك. شو يعني بدي ريح ايدك؟ شو يعني؟ شو اللي شو يعني؟ حمار بالمره انت؟ لا شو يعني انت ما مرق شيء بحياتك هيك ابدا؟ يعني كنت ولد صوت رجال دغري ما مرقت شيء بالنص؟ ما بذكر تذكر ابدا؟ لا طيب طلع فيه مزبوط.
ايه زند اليمين اكبر من زند الشمال. مزبوط. ايه هاي مش خلقة مع الوقت هاي. من شو؟ شو اللي من شو؟ خي ما عم بفهم عليه. طب تعال افسر لك اياها بالاجنبي، انت بتحكي فرنسي؟ طيب رح اقول لك اياها بالفرنسي بس رح اقول لك نص الكلمه لاني بستحي. طيب يلا قول. بدي وقف بسطورما. بدك توقف اكل؟ اكل شو؟ شو بدي وقف بسطورما؟ لك بسطورماسيون. لا مش هيك. شو يا عليس؟ شو؟ طب شو ما عم طب ليك عندك مواهب؟ انا ملك المواهب. عم نقول لك علي ستانفورد من حيلاجة بتسألني عندك مواهب؟ انا ملك المواهب. بقب الموتسيك شو ما كان نوعه؟ من الجي اس اكس ار للوزوزاكي. شو هيدا؟ وزوزاكي. وزوزاكي ماركة موتسيك ياباني. شو؟ ما حبيت؟ ما حبيت. طيب ليك انا عندي موهبة كتير قوية بس هي بعملها مرة او مرتين بالسنة ماكسيموم. بس هلا لأنه بدي طلع سلاح التقيل فرح طلعها كرمال شدة لهيدي. يلا قول. اوكي؟ بحرق الجديد. يو شو؟ يو بقولوا مي. انت شو؟ مي. وانا يو. خلص حبيبي يو يعني محسوبك يعني يو. لو هيك مي بس هيك يو. محسوبك. العلاقة باللحن كمان. تعلمني انجليزي كمان بعد ناقص. شو؟ حبيته؟ طب خلصين محطة بأمها وأبوها بحرقها مشان تحسين مستوى البرامج. برجع بحرقها برجع ببلش عن أول وجديد. شو؟ طب لكن خلصيني شو بدك منه؟ شو بدها هاي عمشو؟ شو بدك؟ آخ أنا بحب اللي بيطرب. إيه بضرب بشلخة كف بجيبها جوا. شو عم تتحداني يعني؟ اللي بيطرب بطه اللي بيغني اللي بيغني. أنا بدي غني؟ إيه لا ما شو بدي غني لها؟ غني لها غني لها شي غنية رومانسية رومانسية يعني فيها حب فيها حب. فكر بشي بتحبه بحدا بتحبه شو بيطلع معك غنية يلا شي بحبه حدا بحب الرئيس بري. لك يا خي شو 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 عملت بإيدك؟ شو؟ عملت شي؟ عملت شي؟ أنا شفتك فرجيني شو عملت؟ ها خاص لي أنا عم بحكي تطلع هيك في شو هي؟ يعني عم بحكي ها شفتها؟ شفتها هيك تطلع مش إنه ما خاصة باللي أنا عم بحكي لا لا شفتها؟ بس قبل ما كنت عم تعملها بلا انت مش منتبه بلا بلا اكيد ايه ايه ما ما بش يعني ما بدأ للشباب يعني لا فرجيني بقى ما زب صالك زمان انا اوكي برافو عليك. طب بلا سياسه بالبرنامج بلا سياسه شو بيطلع معك في غنيه بلا سياسه يا بحب النجمه فريق النجمه بحبه كمان شو شو بغني لك شي بحب النجمه يلا تنبسطي كثير ها مش قصه عموله ولا كاس وبطوله ونحن عشقنا النجمه عشق من الطفوله ايه وقفي هون وين رايحه وقفي هون جاي جزء رومانسيكي روحي علي شوي حتخوفيني خيك هون يعني الاول فات التاني وينه همبرجر عدجاج الله معك موسى حجاج غير همبرجر طاووق الله معك حسن معتوق غير همبرجر تبوله يا خي غير غنية مش غير أكلة غير غنية أنا بخيلك غير غنية غير غنية I love you لك يعني بحبك يا جاستن بيبي تينكي وينكي دبسي ولالا بو وينك رايحة وين راحت أنيس روحي غيري ثيابك تعي يلا ناطري برني ربك البس القميص وتعي عم بلعب على الكلام انيس قميص من أوكي. من اسمها جبت الحلوه كثير حلوه بس خليني خبرك شغله شو حبيبي خليني خبرك شغله أليس طفت لك وفلت يعني بدي اعتذر منك انت خسرت معنا يا علي عفوا انت قلت خسرت علي ايه لا يا خسرت يا علي بس مع بعض بذات الجمله ما بتزبط في 30 مره غيرهم غيره جيبون ياخذهم معي بالفان يلا الفان بيساع يلا جيبي اصحابك وتعي يا انيس يا علي كانوا 30 مره بس لمحوك جوا هربوا ما بقاش ولا وحده ما بقى في ولا وحده جوا خلصنا عم تحكي جد ايه خلصنا ولا مره خلصنا انت شو عامل عشو انبسطوا هالقد يعني شو في انبسطوا لك ليه قد ما اختاري يا حلوه يا زينه أيوة. إيه. شو بدك أنا؟ شو بدك؟ شو بدك هلا؟ شو بدك؟ بدي أنا بدي البرنامج شو؟ أنا ما سألتك شو بتشتغل؟ شو عامل من بعد البرنامج؟ شو بدك علي؟ بدي أقطعك. أنا بقطع؟ أنا ما أقطع أبشع منك بكتير. حلو. أنا ماني نية مثل هيدي اللي كانت هون قميص مدري شو اسمها. أنا ماني نية أنا سهل والله سهل أنا بدي منك شغلتين ما بدي غيرهم. مواصفتين بدي منك بس. شو؟ تتحرك؟
بتنفس؟ ألف مبروك، أنا بدي حدا يتحرك ويتنفس. هذا كل شيء بدك إياه. بتعرف شو بسموني بالمنطقة أنا؟ شو بسموه؟ إنسان، حيوان، شيء. تعا ما تخاف، تعا ما تخاف. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. هيدي كانت The Laugh Story. على الصوت والإضاءة إلي طرابلسي. Backstage منصور نعيمي. أما على المسرح فكنتوا مع ملك اللعب على الحكي. Oh my God. The beautiful and talented Bonita Saadi. And ladies and gentlemen, وحش الشاشة هشام خطر. والمعلم توني أبو جودة. ثانك يو لكل اللي كانوا معنا اليوم بهالليله الحلوه، الليله مصوره بالال بي سي اي. ثانك يو للال بي سي، ثانك يو لكم كلكم، بنحبكم فردا 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 بدون ما نسميكم كلكم، شوفوكم على الكاميرا بنحبكم قد الدنيا. ثانك يو فور كامينج. ثانك يو ليديز اند جنتلمان.